السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. كما بدأنا الأسبوع الماضي برامج تركستان الشرقية في عيون المسلمين مع الدكتور والأستاذ محمد الصفر، جزاه الله خير، شاركنا في هذا البرنامج. إن شاء الله اليوم نناقش أهم ما يتعلق بعض المواضيع التي تتعلق بالتركستان الشرقية. كما عرفنا الدكتور الأسبوع الماضي أنه متخصص في مجال الحقوق الأقليات المسلمة في إسطنبول، وكذلك باحث في الحركات الإسلامية، وكذلك المحاضر في مقارنة الأديان في الدول العربية والإسلامية والعالم أيضا. ندخل إلى الموضوع مباشرة. اليوم حلقة ثانية كما تعرف الدكتور، يعني أريد أسأل كيف تفسر ما يحصل في داخل تركستان الشرقية يعني حاليا، كيف نستطيع أن نفسرها يعني؟ نعم، مرة أخرى حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين، ونقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قضية تركستان، نحن في الحلقة الماضية سردنا سرد تاريخي حول أهمية هذه المنطقة، لكن لماذا الآن الصين، أو ما الذي يحدث وما أسباب هذا الواقع الآن الموجود في تركستان الشرقية التي حصل حاليا؟ نعم، دعنا نقول أن الصين محاصرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني لا تنفك القضايا عن بعضها. نحن حينما تحدثنا عن أهمية تركستان كموقع استراتيجي، وأنها لديها من الثروات وأهميتها كموقع استراتيجي بالنسبة لمشروع طريق الحزام أو طريق الحرير القديم، لابد أن نتطرق إلى بعض المعلومات الأساسية المهمة، وهي الصين تمت محاصرتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بعدما حصل خلاف كبير بين المشروع الصيني والمشروع الأمريكي في المنطقة، لأن التيار الشيوعي الصيني هو الذي نجح واستولى على السلطة في الصين وأصبح على وفاق مع السوفييت، وهذا كان سبب البعد بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، برغم أن أمريكا ساعدت الصين أيام حربها مع اليابان. نعم، وفتحت ممر للصين من خلال ميانمار، هذه القضية التي يعني كثيرا ما يتحدث عنها العالم، ومن المهم ربطها بقضية تركستان. في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية فتحت ممر لدعم الصين من خلال خليج البنغال. نعم، ومرورا بميانمار حتى. نعم، كانت من أسباب انتصار الصين في حربها مع اليابان. وقصدي من هذا الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة للصين. نعم، إلى أن حصل التحول في الصين، تحولت الصين إلى شيوعية ثم باتت قريبة من السوفييت، من الاتحاد السوفيتي والروس. نعم، هنا انقلبت الولايات المتحدة الأمريكية على الصين، فأصبحت تحاصر الصين من في البحر، وأصبح الصين يبحث عن منافذ أخرى من ضمنها هذا المنفذ الذي يمر عبر تركستان الشرقية. نعم، وأطلقت الصين مشروعها مبادرة طريق الحزام في 2013. نعم، وهنا ندرك هذا جانب. جانب آخر، ما حدث في الدول المجاورة للصين من الناحية الغربية في قرغيزستان. طيب، هذه التحولات كلها كانت مقلقة بالنسبة للصين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تحاصر الصين من كل الاتجاهات. نعم، بعدما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان، أصبح لدى أمريكا هناك قاعدتين. نعم، قاعدة في قرغيزيا. نعم، وقاعدة في أفغانستان من هذا الاتجاه، من غرب الصين تحاصر الصين، وأيضا بحر الصين محاصر، وهناك النظام الكوري الجنوبي. طيب، إيش علاقته، علاقة التغيرات في آسيا الوسطى، الدول المجاورة لتركستان، ما يحصل الآن في داخل تركستان، ما هي علاقة؟ جميل، الصين أصبح مهدد. نعم، في من أي ناحية؟ من الناحية الاقتصادية. نعم، من الناحية الاقتصادية أولا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها مشكلة مع الأيديولوجيا. الصين لا تصدر أيديولوجيا، ليست كالاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان لديها مشروع أيديولوجي شيوعي
كانت تصدره، لكن الصين ليست دولة حتى شيوعيتها شيوعية مشوهة. نعم. يعني حتى الشيوعية الصينية شيوعية مشوهة، ليس لها ليس عندها شيء تصدر للآخرين. أحسنتم. سوى إنتاجها الصناعي. نعم. ولذلك الحرب حرب اقتصادية في الدرجة الأولى. نعم. الصين تخشى من هذا الحصار الأمريكي عليها، ولذلك أيضا تخشى من أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها دعمت في الحقيقة التبت في نعم. مشروعهم للانفصال. نعم. صحيح. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت معسكرات لتدريب بعض أفراد التبت في كولورادو في أمريكا. نعم نعم. من أجل أن دعمهم في مشروعهم للانفصال، وهم بوذيون يعني ليسوا مسلمين يعني. نعم نعم. حتى ندرك هذه القضية، أن هناك أيضا أقاليم أخرى غير تركستان الشرقية تسعى للانفصال. نعم. وإن كان يعني لا نعرف إن كان هم لديهم دولة سابقة أو لا، لكن تركستان مؤكد أنها كانت دولة مستقلة. نعم. لم تكن إقليم من أقاليم الصين. نعم. كما هو الحال في بالنسبة للتبت، يعني ربما لم تكن هناك دولة مستقلة اسمها التبت يعني تاريخيا. نعم. نعم. لقد تكون هناك دويلات كانت موجودة في هذه المنطقة. أمر آخر، الصين تخشى من التمدد الإسلامي. نعم. لأن هذا تركستان الشرقية يعتبر امتداد لكل الدول التركية المجاورة المسلمة. نعم. كلها مسلمة. نعم. وتخشى أن يكون هذا الامتداد الإسلامي خصما عليها هي، لأنها وإن كان الدستور الصيني ينص على الحرية الدينية، لكن في الحقيقة لا نجد هذا في واقع الدولة. نعم. موجود طبعا، يعني برغم أن الدستور الصيني ينص على الحرية الدينية. هناك أكثر من، وأنت يعني سيد العارفين، هناك في الصين أكثر من 56 قومية وعرقية. هل كل القوميات تعاني من الاضطهاد من قبل الحكومة الصينية؟ لا. إذن نحن أمام مشكلة لها أكثر من جذور. هناك جذر عرقي. نعم. نعم، هناك صراع بين الصينيين قومية الأويغورية والقومية الصين. نعم. نعم، منذ القدم. نعم نعم. وهذا لا ننكره. نعم. وهذا صراع تاريخي في صراع تاريخي قديم بينهم في التنافس على هذه المنطقة منذ آلاف السنين موجودة. نعم. منذ آلاف السنين. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني الديني الإسلامي. نعم نعم. يعني مملكة قرخان. نعم. من الممالك القديمة جدا في هذه المنطقة. نعم. ثم دولة تركستان الإسلامية. نعم. ودولة الأويغور. ودولة الأويغور. نعم أحسنتم. ولذلك حينما يعلن التركستانيون عن مشروعهم الإسلامي فهذا يثير قلق الصين في الحقيقة، بمعنى أن التركستان الشرقية إذا استقلت كدولة إسلامية يعني يكون هناك خطر بالنسبة للصين، وكذلك بالنسبة للروس أيضا لا شك، وكذلك امتداد للشرق الأوسط في آسيا الوسطى يعني دول المجاورة. أحسنتم. بالنسبة للروس طبعا أيضا هذا مهدد. نعم. لأن الروس كما تعلم سيطروا على تركستان الغربية بالكامل. صحيح. وحولوا هذه الجمهوريات إلى جمهوريات مشوهة إسلاميا في الحقيقة. نعم. يعني دعنا نضع الأمور في نصابها، يعني نموذج الجمهوريات الموجودة حاليا التي انفصلت نوعا ما عن الاتحاد السوفيتي. نعم. الإسلام فيها إسلام مشوه، لا زالت لا زال النشاط الإسلامي تحكم بقبضة بوليسية أمنية. نعم. ليس هناك حريات دينية بالمعنى الذي نتحدث عنه. نعم. وربما الصين والروس يريدون أيضا نفس النموذج يكون في تركستان الشرقية. طيب يعني الشيء الذي غريب هنا، الصين احتلت 49 تركستان الشرقية. نعم 1949. نعم. ولكن التي تحصل الآن من عام 2014 إلى الآن موضوع المعسكرات النازية وهدم المساجد، رغم أنها موجود من قبل، ولكن الاشتداد هذا الموضوع خلال هذه السنوات الأربع الماضية بهذا الشكل، كيف نفسر كيف نفهم ذلك يعني؟ طيب سيد، لماذا حاليا بالضبط يعني؟ نعم سيد الكريم، أنت تعرف أن الإبادة الجماعية. نعم. بالنسبة للشعب تركستان الشرقية حدث مرتين بشكل. نعم. كبير، يعني أقصد بالملايين كانت ضحايا. نعم. في 1860. نعم. تقريبا. نعم. لما حصل أول غزو الصيني. نعم. كان هناك إبادة جماعية. نعم. وتطهير عرقي. نعم. يعني بالعرق وبالدين. نعم. ثم في عام 1949. نعم. إلى 1956 أيضا حصلت إبادة جماعية. نعم. كان ضحاياها أكثر من مليون شخص. نعم. من المسلمين. فالإبادة الجماعية هذه حدثت قديما، لكن الذي حدث مؤخرا طبعا كان له مبرره آنذاك من قبل الصينيين،
أن التركستانيين كانوا يريدوا دولتهم التي نعم. مستقلة نعم. برغم أن الصين في 1946 منحت التركستانيين نوعا ما حكما ذاتيا مستقلا، ربما نعم. كان بسبب الوضع المضطرب في العالم آنذاك نعم. بسبب نعم. الحرب العالمية نعم. الثانية نعم. فالصين أرادت أن تسكت هؤلاء المسلمين حتى لا يعلنوا دولتهم نعم. منحتهم حكما ذاتيا مستقلا، وهذا ربما نوع من الخداع السياسي الذي حصل طبعاً لا شك للمسلمين لا شك. في الصين، لأن الصينيين بمجرد أن انتهت الحرب العالمية واستقوا نعم. 1949 يعني بعد 3 سنوات من منحهم هذا الحكم الذاتي المستقل الناقص دعنا نقول والمشوه، حتى هذا لم يرضوه فشنوا هجومهم وبدأت الإبادة الجماعية نعم. الصينيون بالنسبة للإبادة الجماعية بالنسبة لهم لا يكتموها وإنما يعلنوها، حتى في جريدة جلوبال تايمز الصينية نعم. صرح هناك تصريح رسمي وهذا موجود نعم. في هذه الصحيفة المنشورة قبل عدة سنوات، تتحدث الصحيفة أن الحكومة الصينية لا تتورع عن ارتكاب الإبادة الجماعية هكذا بالنص نعم. وإن اضطرت إليها من أجل حماية بالواضح يعلن على العالم أحسنتم نعم. من أجل حماية وحدة الأراضي الصينية نعم. هكذا أعلنوها نعم. يعني ليست مخفية ولا هي صحيح. مكتومة من قبلهم. طيب أنا أريد أن أربط هذا الكلام نعم. بسؤالكم، لماذا حدث ما حدث بعد 2014 وإلى آخره؟ أيوة. نعم أنا أريد أن أربط هذا الكلام سيد الكريم. في 2013 الحكومة الصينية أعلنت عن مبادرة طريق الحزام في 2013 نعم. وهذه المبادرة النقطة الأساسية فيها تركستان الشرقية نعم. لأن هذه المبادرة تقصد طريق الحرير طريق الحرير نعم. طريق الحرير نعم. يعني طريق الحزام أو الحرير نعم. سابقا يسمى طريق الحرير لكن نعم. حاليا المبادرة اسمها طريق الحزام، على أي حال لا, 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 لا بأس الحزام أو الحرير. المقصود أن هذا المشروع الاقتصادي الحيوي بالنسبة للصين، لأن الصين مستعدة أن تصرف في هذا المشروع 3.5 تريليون دولار نعم. وليس مليار، تريليون، حتى تنجز هذا المشروع لأن هذا المشروع مرتبط ب 28 دولة، المشروع فيها موانئ وفيها خطوط سكك حديدية وفيها محطات. أنا قرأته 65 دولة إلى أن يصل إلى لندن يعني. 28 دولة بشكل مباشر. بشكل مباشر. نعم. بشكل مباشر لديها مصالح في هذا المشروع. نعم. من ضمنها باكستان طبعا، الميناء الذي طبعاً في باكستان بالدرجة الأولى يعني. وفي بورما هنا، وأيضا دول آسيا الوسطى. نعم. التي تمر من خلال كلها في النهاية أين المربط؟ تركستان الشرقية. ولذلك ما الذي جعل الصين تخاف وتبدأ هذه القبضة الأمنية بعد 2014؟ ما حدث في بورما. أنا لذلك جعلت هذا المدخل حتى أنا أشرح لماذا حصل ما حصل، لأن في بورما الصين في 2007 وقعت اتفاقية أخذت حق التنقيب على النفط في خليج البنغال، وتنقل هذا النفط عبر الأراضي البورمية إلى إقليم تركستان حتى يكون عندها مصدر آخر للمصادر الطاقة لأنها محاصرة في البحر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي أخر هذا الاتفاق 7 سنوات تنفيذ هذا الاتفاق؟ مسلمين ميانمار هم الذين كانوا سببا في تأخير تنفيذ هذا الاتفاق 7 سنوات، لأن هذا الخط الأنبوب كان يمر من خلال أراضي الميانماريين نعم. ولذلك بدأوا هذه الحملة الشنيعة على المسلمين في ميانمار من أجل هذا الأنبوب. الصين تخوفت أن يحدث نفس الشيء من قبل تركستان الشرقية، ولذلك بادرت قبل أن يحدث هذا الأمر، بادرت بهذه القبضة الأمنية وسلموا هذا الملف يعني كما تعرفون أنتم لهذا الرجل المشهور أنه ملف تركستان الشرقية نعم. الدكتاتوري هذا الذي نعم. تولى ملف تركستان الشرقية تشينغ تشوانغ جو هذا نعم. وهذا ماذا فعل؟ من أول يوم لما استلم هذا الملف اعتبر هذا إقليم مغلق أولا نعم. إقليم مغلق، ثم أخذ عينات من الحمض النووي وأخذ بصمات العيون وركب هذه الكاميرات التي تقرأ بصمات عيون كل شخص يعني، ولذلك كل شخص مراقب وكل عائلة يعرفون الحمض النووي لها، وهذا كله من أجل القبضة الأمنية حتى يستطيعوا أن يتحكموا في هذا الإقليم. إذا معناه أنه الصين أنها أولا تطهير ديني وتطهير العرقي أيضا، وكذلك أنها على أساس طريق الحرير هي محطة الأساسية بنسبة للصين إلى العالم طبعاً. الخارجي نعم. طيب ماذا تهدف الصين؟ ما مشروع الصين في تركستان الشرقية؟ ما هو هدف النهائي في داخل تركستان الشرقية؟ مشروعهم النهائي
طبعا الصين لا تعتبر تركستان الشرقية إلا إقليم من أقاليمها، برغم أن الصين سمت هذا الإقليم باسم شينجيانغ. شينجيانغ منطقة جديدة. أحسنت، وشينجيانغ تعني الأرض أو احتلال جديد يعني. الأرض الجديدة. الأرض الجديدة. فحتى هم باعترافهم وباسمهم هذه طبعاً أرض جديدة. الآن يندمون على ذلك. أحسنتم. نعم. يندمون على هذا الاسم. يندمون على هذا. لا الاسم. لأن هذا الاسم يعني أنها أرض ليست أرضهم. تحاول أن تغير. أحسنتم. تحاول أن تحذف بشكل من الأشكال، ولكن يعني. ولكن خلاص قضي الأمر. قضي الأمر فيه. يعني. وهذا دليل على أنها ليست أرضهم، إنما هي أرض جديدة ضمت إلى الصين. طبعا. طيب، بما أنها أرض جديدة ضمت إلى الصين، فالصين تريد الآن أن تفرض أمرا واقعا أنه لا من الاستحالة أن تعود تركستان الشرقية دولة مستقلة. هل تعود إلى نظام الحكم الذاتي؟ حتى هذا أصبح مرفوض الآن، الحكم طبعاً الذاتي، لأن لا توجد هناك أي حقوق الحكم الذاتي. جميل، هي كلمة بس. الحكم الذاتي، نحن شوف، حتى الحكم الذاتي أصبح لدى الصين عندهم حساسية منها. نعم. لأن الحكم الذاتي قد تكون خطوة تمهيدية للانفصال. طبعاً. كثير من التجارب الأخرى في العالم حينما منح حكم ذاتي، مثلا جنوب السودان حينما منح حكما ذاتيا لعدة سنوات، بعد 5 سنوات طريق الاستقلال يعني، بعد 5 سنوات طالبوا بالانفصال في استفتاء فانفصلوا. نعم. الحكم الذاتي عادة يمهد للانفصال يعني. نعم. إذا كان هناك ليس هناك توافق يعني. نعم. بين الأطراف، وهذا لا شك ليس هناك توافق. نعم صحيح. مع أننا نريد أن ننبه إلى مسألة، أن التركستانيين يعني أقصد تركستان الشرقية، الإيغور وغيرهم، بالمناسبة هناك أقليات أخرى غير الأوغور، الأوغور لأنهم هم غالبية. أي طبعا، عندنا عدة قوميات، منها أوزبك. أحسنتم. والقزاق، قرغز، أويغور، وطاجيك حتى موجودين. طاجيك موجود. وكلهم مسلمون. مسلمون. نعم، وكلهم مضطهدون. طبعا. ليس حتى نبين أن القضية ليست عرقية فقط. أي طبعا. يعني هم عندهم إشكالية مع الإسلام أيضا في هذه. نعم. المنطقة. هل هناك مسلمون من عرقيات أخرى من الهان مثلا؟ وهل يتعرضون للاضطهاد كما يتعرض هؤلاء؟ قد لا يتعرضون للاضطهاد بنفس الدرجة. نعم. لماذا؟ لأن ليس لديهم مشروع انفصالي. طبعا. فبالتأكيد لا يتعرضون للاضطهاد. نعم. بذات القدر، وإن كان هناك تضييق على كل المسلمين. نقول هنا مشروع الاستقلال ليس الانفصال، لأنه كلمة انفصال تدل على أساس أننا كنا معهم نريد ننفصل. جميل. نعم. مشروع الاستقلال والعودة إلى الدولة إلى حقوق يعني. إلى حقوق. نعم. صح. طبعا، وهذه المناسبة تذكرنا باليوم انتصار الأذربيجانيين يعني على الأرمن. نعم. واستعادة حقوقهم. نعم. استعادة أرضهم بعد 30 سنة. شوف، من صاحب الحق لا يمكن أن ينسى حقه وأرضه. نعم. يعني إن شاء الله بعد 100 سنة طبعاً. يعني لن يتنازل. نعم. وهذا درس حقيقة ينبغي أن نستفيد منه. صح صح. يعني الإخوة الصينيين، وربما يكون أيضا دافع للإخوة، عفوا للصينيين، وربما يكون دافعا للإخوة التركستانيين أيضا لأن يمضوا في طريقهم إن شاء الله بإذن الله، ويحققوا إن شاء الله هدفهم. بالنسبة للصين، ما هو المشروع؟ المشروع الصيني أن يكون هذا الإقليم إقليما اقتصاديا صينيا بالكامل. نعم. يعني مشروع الصين. نعم. هذا مشروع الصين، حتى وإن اضطر الصين إلى تغيير الديمغرافية السكانية بالكامل هذا. نعم. المنطقة الآن يعني تمشي تغيير ديمغرافي في هذا. نعم. يعني بمعنى محو. نعم. العرق التركي من الإسلامي من هذه المنطقة بالكامل. نعم. وتوطين عرق الهان وغيرهم من الأعراق الصينيين. نعم. الصينيين في هذه المنطقة لتصبح منطقة صينية خالصة، لأنها الآن تمثل رقم صعب بالنسبة للمعادلة الاقتصادية. طبعا. الصينية. طبعا. ولا يمكن للصين أن تتنازل عن هذه المنطقة بسهولة. مع الأسف يعني دعنا نقول أن من عظم البلاء على الإخوة التركستانيين أن الصين دولة قوية لا تستطيع من مواجهتها الدول الإسلامية يعني. حتى التركمان اللي هم يرتبطون بالتركستانيين عرقا. نعم. التركمان، دولة تركمانستان وقعت مع الصين اتفاقية لتزويدها بالنفط. طبعا الدولة أو دويلات لا بد أن تكون هناك علاقات مع الدول الكبرى حتى تحمي نفسها. نعم. أو تسترد حقوقها. أريد أن أتدخل في الموضوع هذه بالضبط، موضوع أن الصين دولة قوية ودولة عظمى. هذا الدول الإسلامية والعربية كبرت بنفسها الصين حقيقة. نحن كتركستانيين لا نرى أن الصين دولة عظمى، لا نرى أن الصين دولة قوية، لأننا نحن عشنا مع الصينيين،
داخل تركستان الشرقية حتى في داخل الصين. أنا أذكر لك مثال، مثلا في مدينة أورومتشي عاصمة تركستان الشرقية، حينما الأخوة يسافرون إلى العاصمة من مدينة ختان كاشغر وإلى آخره، في بعض الأحيان حينما حتى في داخل الصين حينما يركب الباص يبتعدون الصينيين عن التركستانيين خوفا منهم على أساس أنه تركي تركستاني مسلم، يخافون. يعني الدول العربية لا يحس هذا الحس، لا يرى. فلذلك أن الجانب الإعلامي الصين شغال ليل نهار في الشرق الأوسط وفي العالم بكل اللغات، بأربعين لغة في العالم شغال ليل نهار. جانب الإعلامي قوي جدا في الشرق الأوسط والعالم. المبلغ التي صرفت خلال عام واحد تقريبا 9 مليار دولار جانب الإعلامي. جميل. الجانب الثاني جانب الاقتصادي والمصانع التي تنتج الصين وتستورد إلى العالم الخارجي في الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية، يعني كبرتها، يعني الصين أكبر من حجمها. نعم. فالحوادث التي حصلت في تركستان الشرقية السنوات الماضية، مثلا 2009 حينما حصلت المظاهرات السلمية في عاصمة تركستان الشرقية أورومتشي، كان هناك لا يوجد قلم في يد المتظاهرين حينما خرجوا إلى الشوارع، وحينما تدخلت الشرطة الصينية بالملابس المدنية تم هناك تصادم بين التركستانيين والجيش الصيني. وفي ذاك الوقت يعني لا يوجد، اكتملت تذاكر الطائرة والباصات والقطارات التي مواصلات التي ترجع إلى الصين، انتهت التذاكر، اشتروا كلهم، يريد يرجع، يريد يخرج من داخل تركستان خوفا على أنفسهم. يعني هذا الخوف بالنسبة للصين يعني موجود ظاهرا في المجتمع التركستاني. نعم. جميل جميل. يعني أنتم تحدثتم عن قضية نفسية يعني بالنسبة للصيني. نعم. كصيني لا يستطيع مواجهة التركستاني المسلم، لأن التركستاني سيد الكريم صاحب الحق لا يخشى المواجهة. التركستاني صاحب حق، نقطة مهمة جدا. نعم. نعم. التركستاني صاحب حق، هو مستعد أن يضحي بنفسه من أجل أن يحصل على حقه. طبعا لا شك. نعم. ما الذي جعل الأذربيجانيين الآن ينتصرون في المعركة؟ نعم. لأنهم أصحاب الأرض، أصحاب الحقوق. نعم. وما الذي جعل الأرمني ينهزم؟ لأن هذا الأرض ليس أرضه، فهو تلقائيا يشعر أني أدافع عن أرض ليس لي، فلماذا أموت؟ نعم. من أجل قضية ليست، لست طرفا فيها. هربوا من الجبهة يعني. أحسنتم. صاحب الحق لا يخشى المواجهة. نعم. التركستانيون هم أصحاب الحق وأصحاب الأرض، ولذلك لا يخشون المواجهة. نعم. والصيني صح. ليس صاحب حق، هو معتدي. صح. فهو جبان أمام التركستاني المسلم من هذه الناحية الفردية. نعم. لا شك أن التركستاني أقوى من الصيني. نعم. نحن لا نتحدث من الناحية الفردية، نحن نتحدث من ناحية الدولة كدولة. طبعا لا. الصين كدولة، إذا نظرنا الجانب الثاني هذا لا شك يعني أنه نحن هذا الذي نتحدث عنه. الصين كدولة شئنا أم أبينا هي القوة الثانية في العالم حاليا. نعم. صحيح. وتفوقت على كثير من القوى التقليدية التي كانت تنافسها. نعم. وفي غضون سنوات سريعة تقدمت الصين في الصناعة. نعم. الإعلام، ربما الإعلام الصيني لم يكن قويا في السنوات الماضية بقدر ما هو يعني الإعلام الآخر. نعم. لا، الصين في السنوات الأخيرة حتى بدأت تهتم بالإعلام بالمناسبة. نعم. أنا أقصد الإعلام العربي الموجه للعرب وللمسلمين يعني. نعم. لكنها هي قبضتها داخل الدولة. نعم. الصين دولة مغلقة بوليسية بامتياز. نعم. الصين قوتها في صناعتها، في اقتصادها، أيضا في استخباراتها وفي قبضتها الأمنية. نعم صح. هذه الأمور لابد أن نعترف بها. يعني نحن الآن أمام دولة يعني ليست دولة سهلة حتى نستطيع أن نتحدث أننا نواجه دولة بسيطة وقضية يعني صغيرة يمكن أن نواجه. نعم. لا. ولذلك نفوذ الصين من خلال اقتصادها وصناعتها استطاعت أن تؤثر حتى على تركيا. نعم. تركيا هذه الدولة التي ساندت، وطبعا تركيا تساند كل قضية تركية في أي مكان في العالم، حتى نعم أذربيجانيين. نعم. يعني حظوا بدعم تركي، وتركيا تدعم الأتراك في كل مكان. نعم. وحتى هناك مجلس يعني لرعاية الدول الناطقة باللغة التركية والمجتمعات. نعم. الناطقة. صحيح. باللغة التركية. وتركيا في الحقيقة استقبلت وفود من تركستانيين شرقيين منذ سنين طويلة يعني. نعم. لما جاء وفد هنا والتقى بمسعود ديالماز والتقى ب طبعا علاقات عريقه مع باربكان واخرين. نعم. يعني الحكومات. نعم. السابقه كلها. لكن طبعا الصين
أيضا ضغطت على تركيا في فترة من الفترات لما كانت تركيا تعاني من ضعف اقتصادها. نعم. فاضطرت حتى الحكومة التركية أن تفرض بعض القيود على تركستان الشرقية. لكن الآن في ظل الحكومة الحالية هناك هامش كبير يعني، وهناك جمعيات كثيرة، وهناك مؤسسات تركستانية موجودة في داخل تركيا تمارس أنشطتها وتدعم هذه القضية، وحتى الدولة نفسها تبنت هذه القضية. يعني وزير الخارجية في أكثر من مناسبة تحدث عن قضية تركستان الشرقية وعن حقوق التي تنتهك في تركستان الشرقية، مع أن دولة تركيا أيضا مقيدة بقيود اقتصادية. نعم نعم. لا تستطيع أن يعني تدعم بكل ما تملك، لأن هناك موازنات سياسية لابد من مراعاتها. طبعا لا شك لا شك. طيب أستاذنا، يعني أريد أسأل، يعني في ظل هذه الظروف التي تعيشها الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، وكذلك أيضا التي نعيشها نحن في داخل تركستان الشرقية، كيف نفهم علاقات العالم الإسلامي مع الصين، وعلى ماذا تبني هذه العلاقات؟ لأنه ما رأينا من العالم العربي والإسلامي يعني بشكل ملموس أن تقف مع التركستانيين، يعني كثير ما تقف مع الصين، كثير ما تقف مع الصين. يعني كيف نفهم هذه العلاقات؟ لماذا العالم العربي والإسلامي بالذات التي نحب أن يعني تقف معنا حتى يعني أقل شيء بالكلام والتسريحات وما إلى آخره، يعني كيف نفهم ذلك؟ يعني طبعا الصين استفادت مما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من الانقسام، فرضت نفسها في هذه المنطقة. طبعا في البداية بداية من بريطاني، لأن البريطانيين كانوا يخشون أن السوفييت يستولون على تركستان الشرقية كما استولوا على تركستان الغربية. نعم. فدعم الصين البريطانيين من أجل السيطرة. في مرحلة لاحقة لما استولوا الشيوعيين على الحكم في الصين، الروس دعموهم مقابل الحصول على امتيازات التنقيب في تركستان الشرقية. نعم. الصين استفادت من هذا حالة الانقسام التي حصل والتشتت في العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي لم تعد هناك دولة جامعة مانعة، ولا حتى كيان إسلامي يعني مانع يجمع هذه الدول الإسلامية لتتخذ موقفا قويا. ثم أيضا الصين استفادت من نموها الاقتصادي والصناعي، وأصبحت تضغط على هذه الدول. يعني الآن هذه مبادرة طريق الحرير أو طريق الحزام فيها جملة من الدول الإسلامية ضمنها باكستان. يعني هل تستطيع باكستان أن تتخذ موقفا لصالح التركستانيين؟ إطلاق. يعني أنا أتكلم كحكومة ولا أتحدث كمجتمعات إسلامية. كمجتمعات إسلامية بدأت هذه المجتمعات الإسلامية بالحراك منذ عدة سنوات قليلة، يعني بدأت تتحدث عن هذه القضية. وربما السر في حركة هذه المجتمعات أمرين، يعني أقول الأمر الأول أن التركستانيين أنفسهم بدأوا بالحديث عن قضيتهم، وبدأوا بالتوجه للإعلام، والإعلام له تأثير كبير. الإعلام له تأثير كبير أيا كان نوع الإعلام. سأتي على هذا السؤال يا أستاذنا. أولا نجيب على علاقات الصين مع العالم الإسلامي العربي والإسلامي، وعلى ماذا تبني هذه العلاقات؟ على الاقتصاد بشكل رئيسي. ليس هناك أي مصالح أخرى بين الصين والعالم الإسلامي، يعني ليس هناك إلا الاقتصاد. لو كان هناك مشروع أيديولوجي شيوعي كما هو المشروع السوفيتي، كنت أقول لك أن هناك بعض الأنظمة متحالفة مع الصين وفق النظرية الأيديولوجية الاشتراكية مثلا، لو كان النظام الاشتراكي موجود كما كان الحال في ليبيا، في مصر، في الصومال، كانت هذه أنظمة اشتراكية. لو كانت هذه الأنظمة موجودة وهذا العالم مقسم بين قطبين شيوعي وغير شيوعي، يعني الغربي الرأسمالي والشيوعي الشرقي، كنت أقول ربما هناك نوع من الحلف الأيديولوجي الفكري بين هذه الأنظمة. طالما انتهى عصر الأقطاب، فليس هناك من رابط بين هذه الدول الإسلامية وبين الصين إلا الاقتصاد، والاقتصاد عامل كبير. إذا معناه أنه لا توجد هناك أي علاقات إيديولوجية بين العالم العربي والإسلامي مع الصين إلا الاقتصاد فقط. لا توجد في الحقيقة، ليس هناك من أي رباط لا عرقي ولا إيديولوجي. طبعا. يعني ولذلك بمعنى أن الاقتصاد درجة أولى، المنافع والمصالح بين الدول. والعالم كله الآن في الحقيقة يعني الاقتصاد هو الرابط. يعني إذا معناه أن الأخوة الإسلامية وأخوة الإيمانية انتهت يعني في
لا نستطيع أن نقول أنها انتهت على مستوى، لأن الأخوة الإسلامية لا علاقة لها بالأنظمة والسياسات، لها علاقة نعم. بالشعوب يعني الشعوب، طيب الشعوب لا زالت يعني نعم. أريد أختم بالسؤال الأخير، كيف نفهم سكوت العالم العربي والإسلامي؟ أنت قد وضحت الأنظمة بشكل عام يعني لا تمثل الشعب العالم العربي والإسلامي. طيب حينما أن نحن ننظر في المجتمع العربي والإسلامي، قليلا ما نجد أن تقف مع تركستان الشرقية، يعني سواء كان من الدعاة والسياسيين والاقتصاديين والأكاديميين والفنانين مثلا، لا توجد أن تقف مع التركستاني إلا نادر، قليل جدا، بينما يقف تقف مع موضوع فلسطين، موضوع ميانمار، موضوع وغيرها من المواضيع حتى غير الإسلامية نعم. مثلا، ولكن مع موضوع تركستان الشرقية لماذا هذا السكوت المخيف؟ أولا طبعا لابد أن نفصل بين الحكومات والشعوب، وأنتم سيد العارفين أن هناك أحيانا بعض المجتمعات ليست على وفاق مع أنظمتها نعم. لكن هل هذه الأنظمة تؤثر في هذه الشعوب بشكل مباشر أو غير مباشر؟ نعم، هناك بعض الأنظمة بشكل مباشر تمنع نعم. مثل هذه الأنشطة والبرامج خشية من الصين نعم. لأن الصين دولة عظمى الآن وتسيطر على الاقتصاد نعم. ولذلك بعض هذه الدول لديها مصالح اقتصادية لا تريد أن يتخذ البعض من أراضيها منبرا لدعم قضية تمثل بالنسبة للصين خط أحمر نعم. الصين بالنسبة لها قضية تركستان الشرقية خط أحمر نعم. لا تقبل النقاش حولها، وأي دولة لديها تعاون مع تركستان الشرقية أو دعم لقضية تركستان الشرقية الصين مستعدة لأن تعاقب هذه الدولة اقتصاديا نعم. هذه مسألة بشكل غير مباشر. هذه الدول أنها لا تمنح الإعلام من الوصول إلى هذه القضية ونشرها، كما دعمت مثلا قضية فلسطين، كما دعمت قضية نعم. ميانمار، كما دعمت غيرها من الأزمات التي حدثت، يعني حتى قضية الشيشان والبوسنة والهرسك نعم. لما دعمت هذه الدول مثل هذه القضايا كانت لديها أجندات سياسية أخرى نعم. لكن الآن لا تستطيع أن تواجه الصين، مع أن الإخوة التركستانيين وأنا ذكرت هذا في الحلقة الماضية كان عليهم واجب ودور كبير، هناك تقصير من قبلهم أيضا في الإعلام كان في السنوات الماضية، ربما الآن تجاوزوها نوعا ما نعم نعم، مع أن ما زال هناك ناقص في الجانب الإعلامي صراحة، مع أن هناك معلومة جميلة أستاذ عبد الوارث نعم. أن أول مطبعة في العالم الإسلامي كانت من تركستان نعم، يعني بمعنى أول أداة إعلامية نعم نعم، وأول من اخترعوا الطباعة هم التركستانيين والكتابة نعم صح هم التركستانيين نعم نعم. على مستوى العالم يعني وليس على مستوى العالم الإسلامي يعني أول من اخترع الطباعة صح. حتى فهذه من التناقضات العجيبة أن التركستانيون الذين كانوا يملكون يوم من الأيام هم المبادرة نعم. اليوم لا يملكون الإعلام الكافي، ربما لظروف يعني التي تحكمهم لا شك. لكن لا شك أن الإعلام مهم في التعريف بالقضية هذا أمر. الأمر الآخر، الإخوة التركستانيون الآن أمامهم فرصة للاستفادة من التناقضات نعم. وهذا في السياسة مهم، يعني اليوم أمريكا لديها مشكلة مع الصين وتريد أن تحاصر الصين بكل الوسائل نعم. فأنا أتمنى من الإخوة التركستانيين ليس إيمانا بأمريكا ولكن إيمانا بقضيتهم نعم. أن يستثمروا كل فرصة تتاح لهم صحيح. اليوم قبل أيام أمريكا يعني رفعت الحزب الإسلامي التركستاني الشرقي من قائمة الإرهاب نعم. وهذا لا شك مبادرة طيبة ينبغي على الإخوة التركستانيين أن يلتقطوها، لأن التناقضات أحيانا اللعب في وتر التناقضات هذا أحيانا لصالح الإخوة لازم استغلال الفرصة يعني. لا شك أن أمريكا لا تريد أيضا بإقامة دولة إسلامية في تركستان الشرقية لا شك، لكن في نفس الوقت بما أن أمريكا الآن لديها استعداد لأن تدعم التركستانيين الشرقيين من أجل مواجهة الصين، فمن المهم استثمار هذه الفرصة والوصول على الأقل إلى نقطة مشتركة هذا الهامش يستفيد منه الإخوة التركستانيين، وهذا يساعدهم حتى في الدول الأخرى الدول الحليفة لأمريكا يمكن الإخوة التركستانيين أن يلعبوا على هذا الوتر أيضا من أجل. لكن دعني أختم بقضية، وهي أن أيضا هناك بعض الدول الإسلامية حتى لا نعمم وقفت مع الإخوة التركستانيين نعم. تركيا على سبيل المثال وقفت مع الإخوة التركستانيين نعم. حتى المملكة العربية السعودية بالمناسبة وقفت مع الإخوة التركستانيين في لما هاجروا هؤلاء الإخوة التركستانيين إلى نعم. أراضيهم في الهجرات الأولى
طبعا في التاريخ في خمسينيات ستينيات حتى سبعينيات ثمانينيات مثلا، نعم لا شك يعني في آسيا الوسطى والسعودية وتركيا يعني تلك البلدان الإسلامية استقبلوهم استقبال حار جدا. نعم. يعني نحن ما نقول أنهم ليسوا معنا، ولكن في الأزمة الراهنة الحالي الوضع الحالي طبعا في الأزمة الراهنة هذا الذي أقصد في يعني. الأزمة الراهنة مع الأسف لا نجد من هذه الدول الدعم. نعم. المفترض أن يعني يكون هناك في مثل هذه القضايا، إلا اللهم من تركيا. نعم. هناك وقفة يعني جادة من الحكومة ومن الشعب التركي. نعم. وأيضا ماليزيا لديها حقيقة يعني جهود ووقفة يشكرون عليها طبعا، سواء من الشعب أو من الحكومة الماليزية. نعم. وأندونيسيا أيضا في الحقيقة كان هناك حراك شعبي كبير. نعم. لما بدأت هذه الأزمة الأخيرة. نعم. وكانت هناك مظاهرات وكان هناك مسيرات وكانت هناك جهود مجتمعية. مثل هذه الشعوب في الحقيقة نثمن مواقفهم ونقدر مثل هذه المواقف. نعم. ونرجو أن تكون مثل هذه المواقف قدوات لغيرها من الشعوب طبعا، ولكن نريد من مزيد يعني. نعم أحسنتم، لا شك لا شك. نعم. نحن لا نستغني عن مساندة الإخوة المسلمين طبعا، لا لأن تركستان في النهاية هم مسلمون، وأيضا هم قضيتهم قضية في الأصل قضية دينية. نعم. وثم قضية اقتصادية، وفي من كل النواحي قوة تركستان قوة للمسلمين، سواء اقتصاديا أو عمقا تاريخيا وحضاريا أو ديموغرافيا من حيث السكان، كل هذا إضافة، أو حتى جغرافيا. نعم. يعني العالم الإسلامي لن يخسر شيئا بمساندته لهذه القضية، بل يضيف لنفسه طبعاً. قيمة. صح صح، هذا المقصود يعني. نعم. أيضا الإخوة في الكويت لا ننسى، والإخوة في قطر، كل هذه الدول في الحقيقة برلمانيين كويتيين. نعم. أيضا جزاهم لهم مبادرات طيبة وقف معهم. وهذا المقصود، المقصود أننا في الحقيقة يعني لا نريد أن نظلم ونجحف ما بذلوه الإخوة سواء. نعم. على المستوى المجتمعي أو على المستوى الرسمي، فهناك دول وقفت وساندت ولا تزال، وهناك دول في الحقيقة تأثرت بالضغوطات الصينية مع الأسف، وحصل نوع من التخاذل. أنا. نعم. أقول التخاذل لأن البيان الذي صدر من هذه الدول وتؤيد الإجراءات الصينية كان بيانا مؤلما في الحقيقة. نعم. حينما صدر منهم هذا البيان قبل عام تقريبا، يعني هذا لا يليق بدولة إسلامية ترى مثل هذه الانتهاكات ترتكب في حق الإخوة المسلمين، ثم تؤيد مثل هذه الإجراءات تحت مسميات أنها تحارب الإرهاب. أين الإرهاب؟ تركستان الشرقية ليس لديها أي مشروع إرهابي. تركستان الشرقية تريد الحقوق، حقها في دولتها، حقها في العيش بكرامة، حقها في ثرواتها، حقها في دينها. تركستان الشرقية لم تعلن يوم من الأيام أن لديها مشروع إرهابي لمواجهة مسيحي أو يهودي أو مواجهة فكر إسلامي آخر. لم يكن التركستانيون والذين هاجروا منذ أن بدأت هذه الأزمة، هناك مجموعات كبيرة هاجرت وتركت أرضها، هل هناك أحد منهم تورط في قضايا إرهابية؟ لا لا أبدا. هذا الذي نريد أن نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك إرهابا إلا ما يمارس على هؤلاء، فهو هذا الإرهاب. نعم. لذلك نحن نحتاج أن نعيد تعريف الإرهاب مرة أخرى في ظل شك. هذا التشويش الذي يحصل. لا شك. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. كرمكم الله. أيها المشاهدين الكرام، نختم هذه الحلقة وأشكر الأستاذ وأشكركم أيضا. إن شاء الله معنا اللقاء الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.